انطلاقا من مسؤوليات وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام العام لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 وضمن الاستعدادات الأمنية، فإن الإدارة العامة للدفاع المدني حرصت على التواجد والقيام بمهامها في الحفاظ على السلامة العامة. وللتعرف عن قرب على جهود هذه الإدارة معنا عبر الهاتف الرائد مهندس محمد أحمد العبار رئيس فرع التفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية لو تحدثنا عن الجاهزية الأمنية التي وضعتها الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع الكادر الإعلامي، جميع المستمعين والمشاهدين. في البداية أحب أشكركم لإتاحة الفرصة للتحدث عن اللي هو مهام وواجبات الدفاع المدني الأمنية في تحقيق أعلى مستويات السلامة في المملكة ولإنجاح برنامج الانتخابات في المملكة بشكل عام. الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بواجباتها لتحقق متطلبات السلامة وبالأخص عن طريق اللي هو إجراءات استباقية. الإجراءات الاستباقية هذه كانت في شكل أو نمط إجراءين بالأخص، واحد منهم كان التفتيش على المنشآت المخصصة للاقتراع، اللي هو المنشآت هذه هي المنشآت الخدمية أو مراكز الاقتراع اللي هو الرئيسية والفرعية واللي بلغ عددها 59 منشأة. وقام كادر مخصص من الإدارة العامة عن طريق أربع فرق مكونة من مفتشين متخصصين وضباط مهندسين بالتفتيش عليها عن طريق اللي هو 115 عملية تفتيش ومعاينة. الإجراء الثاني كان اللي هو تدريب كوادر مختلفة حكومية وشبه حكومية في المنشآت هذه للاستجابة المبدئية ومتابعة والإشراف على عمليات الإخلاء. نعم رد محمد، مع بدء الدعاية الانتخابية وتدشين المقار الانتخابية للمترشحين، ما هي أهم الاشتراطات وأمور السلامة التي يجب أن تتوافر في المقار الانتخابية؟ الاشتراطات والمتطلبات الوقائية من الحريق في هذه المنشآت تختلف بناء على طبيعة المبنى. طبعا هذه المتطلبات صادرة بقرار وزير المعالي سيد وزير الداخلية الله يحفظه وهي إلزامية، ومن أبرزها وأشهرها اللي هي طفايات الحريق، أنظمة الإنذار من الحريق، وبعد في نفس الوقت في عندنا اللي هو العلامات الدالة على المخارج وهي علامات باللون الأخضر مضيئة موجودة فوق المخارج الأبواب المخصصة كمخارج للإخلاء. في نفس الوقت بعد في مصابيح للطوارئ وهذه المصابيح تعمل عند قطاع التيار الكهربائي. في بعض المنشآت اللي يكون فيها الأنظمة المعقدة أو المنشآت الكبيرة يكون فيها أنظمة لمكافحة الحريق، نفس اللي هو نظم مكافحة الحريق عن طريق اللي هو المرشات أو مرشات المياه وخراطيم المياه. نعم، يعني في الختام ما هي النصيحة التي تقدمها للناخبين لضمان سير العملية الانتخابية بسر وأمان دون وقوع حوادث لا قدر الله خلال فترة الاقتراع؟ المتطلبات هذه الزامية موجودة في كل المنشآت، بس احنا نتمنى ان الناس تبادر ويانا لإنجاح الفعاليات ان شاء الله وبرنامج انتخابي. اين الناس تقوم وتبادر اذا شافت اي ملاحظة متعلقة بالقائمة الحريق في انه يتخبر مسؤول السلامة او رجل الامن الموجود في المنطقة على اساس انه يتفاعل في هذه الملاحظة، وفي نفس الوقت انهم يبادرون ويقومون باللي هو عمليات الإخلاء على أساس أنه ينجحون في النهاية. نعم الرائد مهندس محمد أحمد العبار رئيس فرع التفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.